عكست عدم التهاون والتساهل والتحمس الى لا علاقه بسلامه المريض، من منطلق انه اي تهاون في حق بسبب يساهم في سلامه المريض هو خيانه للامانه. انا اقول وانسرت وخاير اوثورتي لله سبحانه وتعالى. فبدا اول يوم حتى تصميم، اخذنا 4 سنوات نصمم الورق. اتذكر اول مستثمر هو غالي، كويس انه غالي. قال لي يا ابني ناجي صممه 6 شهور، كان 4 سنوات تصمم انت. وكان وقت المشروع على 2 سنين، قلت مو مشكله. اما هنعمل شيء صح او ما في داعي نعمله اصلا. 4 سنوات تصميم، لكن بناء مستشفى بحجم التخصصي اللي بني في 7 سنوات بنيناها الحمد لله في 24 شهر. فهذه المشكله برضه كاداره كثير من الناس يغلطوا غلطه دي. لازم يكون البلاننج او التخطيط ياخذ وقته، لكن الاكسكيوشن هو فاست. نحن العكس، تصميم بسرعه وتيجي وقت التنفيذ راح يروح تشينج اوردر، غير جي طلع ونزل. مع ان احنا ام التخطيط، هذا الهيدي ما ديزاين كونسبت او الشفاء بالتصميم. انا حاعد بعض الاشياء، لكن مثلا مثال ايرثكويك بريدكشن، عملنا المبنى كله ضد الزلازل وقتها قال يا بتولي 3 مليون ريال. ايش يعني ايش احتمال بالله عليك يصير زلزال؟ انت شوف انت ما يصير في حياتك، بس لو صار زلزال بعد 44 سنه وحده واحد بني ادم سيفته، هذا قد يكون هو بطاقه لي للجنه. وما يدري احدكم اي اعمال تدخله الجنه، لان واحد يشتغل معي ربانيه يفكر يكون بطريقه مختلفه، نظره الاخره لا نظره الدنيا. الثالث اللي هو الروح، كيف نخلق مناخ العاملين يهيئ الاحتياج النفسي والروحي عند المرضى. هذا تغيير كبير. يعني بدرس الطب انا في جورج واشنطن في 1987 ميلادي، كان ممنوع ان اتحدث مع المريض على اي شيء غير ما يسمى الفيزيكال النس او المرض الجسدي. على التسعينات درست مع واحد اسمه دكتور بنسون يهودي، عنده حاجه اسمها مايند اند بادي انستيتيوت في هارفرد. مايند اند بادي انستيتيوت يدرس ايش الاشياء اللي ممكن تساعد المريض على الشفاء الداخلي. في المحاضره حقته الرجل يهودي اسمه بنسون يتحدث عن تاثير التسبيح عند المسلمين على ما يسمى بالريلاكسيشن ريسبونس، الهارت ريت او بريشر، الضغط والقلب والاي اي جي بالنسبه للدماغ. فتغيرت اللغه، فنحن الان نريد ان نعيد تاهيل الاطباء يكونوا قادرين على تلبيه الاحتياج النفسي والروحي والعاطفي عند المرضى. نفرق ما بين ما يسمى سبريتشواليتي اند ريليجن. نحن كاطباء سبريتشواليتي از ا نيد، religion is a form. بس نحن كأطباء نحن ما احنا قضاة، نحن هنا نحاول أن نساعد في شفاء المريض، فلابد أن نكون عندنا قدرة عن تلبية هذا الاحتياج الروحي والعاطفي عند المرضى. درسنا في المستشفى بالنسبة لي يسموه healing by design، الشفاء التصميم، آيات قرآنية ولا حديث. عملنا 9 شهور 3 مجموعات فيهم واحد عالم وأربعة خمسة أطباء كل مجموعة. يسيروا المستشفى يدرسوا مين حيكون واقف هنا؟ مريض، طبيب، زائر، ايش حالته النفسيه؟ ايش احتياجه؟ ايش الايه الانسب بالنسبه لي؟ ومن ثم وضعناها. طبعا انا الم عندما ارى مثلا بعض المؤسسات ايات قرانيه كلها علاقه بالموت. مو صحيح. حتى القران لابد ان يستخدم بطريقه صحيحه والا يعتبر خطا. واحد اتى النبي صلى الله عليه وسلم واحد مريض فقال له يعني شفاء، قال يا رسول الله انها الحمى والمرض معناه، قال انها شفاء، قال الحمى والمرض، كل عيد نفسه يقول له يعني ان شاء الله الشفاء، يقول له الحمى، قال له فلتكن، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومات. فلابد حتى نحن عندما نخاطب المخاطب المريض وغيره، لابد يكون في عباره يعني مره اخرى اداره هنا، بس انا اؤمن ان كل شيء اقوله هنا يو كان اكستراكوليت، ممكن تسقطه في التخصص حقك. الفناء الداخلي اضطرينا ان يكون في عباره عن فناء داخلي. المصمم في امريكا قال لا لا يمكن. تناقشنا معاه الدكتور سامي عنقاوي المشرعيه في الاماره الاسلاميه، قعدنا نتناقش معاه في الاخير نفس المصمم الان يقول لك ما ابي مستشفى الا يكون فيها فناء داخلي. اصرينا وقتها ان يكون واحد سرير لكل غرفه. انا مذكر 1997 ميلادي، المصمم قال لي انت غلطان وحيدفع ثمن غالي. التامين حيجي حيطلب منه يكون في سريرين في غرفه. قلت له شوف الموضوع بسيط جدا. مبدا اسلامي، والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طبقه في حياتك كلها، حط نفسك مكان الشخص الاخر وفكر
واعمل قرارك. You will never be wrong. قلت له ما يعقل يكون عندك بلدين في غرفة واحدة، كيف؟ إذا واحد منهم صار له التهاب infection، by the time discovered the other one was put at risk. انتقد العدو. واحد منهم ما هو قاعد ينام طول الليل، cannot sleep overnight، no he's vomiting diarrhea. ليش the other one has to suffer? One of them deteriorating, one of them improving. Each one will affect the other one negatively. Where is the privacy? Where is the hospitality? The word hospitality, من أي كلمة؟ Hospitality driven from the word hospital. Applied to five-star hotels and hospitals became devoid of hospitality. Now we would like to bring hospitality back to where it was originated. طب يبقى عليكم كلمة hospitality، إيش ترجمة هذا؟ فندقية أساسا هذا صحيح؟ hospitality يعني مستشفى، المفروض تترجم مستشفى مش فندق، بس أكيد لكن إذا طبق والإنسان أن يكون مريض وأولى أن يكون هذا. إيش اللي صار؟ بعد 10 سنوات 2007 القانون الجديد في أمريكا لا يسمح إلا بواحد سرير لكل غرفة، ما يدوم رخصة خالص، بناء على أن موضوع الالتهابات وانتقالة وغير ذلك. وأما انقفاء الإجراءات مما فيها الآن يدوهم 7 سنوات للتغيير إلى واحد سرير لغرفة واحدة. طب هل هذا نحن سبقنا عصرنا عشان نحن الأذكياء؟ لا. Just because we care. The message will like, I don't care how much you know until I know how much you care. Simple. طيب هعدي بعض السلايس انا اقراها عليكم. هذه حدائق منتشره. Global Standards and Joint Commission احنا وقعنا معاهم عام 2000، تذكر الدكتور ذيك الايام ما كان حتى الجوده اصلا يعني موضوع كبير. لما وقعنا كنا سخريه. كثير مستشفيات قالوا هذا الرجل السفيه بيضيع فلوسه في معايير امريكيه. وقال كلمني قال لي يا ابني ايش الكلام ده في البلد؟ بتضيع فلوسك. قلت له قام هناك في معيار واحد. يساهم في سلامة المريض، واخذنا فقد قمنا الأمانة، وقعنا معه. بعد سنتين جاء الإمارة في مكة ريجي كورتي بروجرام، أخذ أي معايير؟ PCR. فأصبح كله بيجرى على PCR. وبعض الناس اللي انتقدوا راحوا يجوا عشان ياخذوها، لكن شتانا ما بين ما أخذ من أخذ بها من أجل معايير ربانية ومن أخذ بها من أجل تسويق وزيادة ولذلك كان مكافأة. الحمد لله عدينا الـ JCI with a score of 98.2%, the highest in the history of Joint Commission in the Middle East. والحمد لله اختاروني عضو مجلس أمناء في الهيئة الدولية المشتركة على مستوى العالم. هم 13 واحد، أنا الوحيد اللي مشترك فيهم، نغطي أفريقيا وآسيا وأوروبا. ولسه رجعنا المعايير حقت القادمة the fourth معايير، والحمد لله استطعنا أن نضع بعض المعايير الربانية في التقييمات، والحمد لله مرت في الناس سبحانه وتعالى. أي حاجة بعض الشيء هنا الشراكات حقتنا مختلفة. وبعدين أدخل في قصة بس جميلة هذه خلاص الحاجة بتخلص خلاص الوقت خلاص. كم باقي لي؟ 5 دقايق؟ طيب أنا معنا قصة رائعة بالنسبة للليدرشيب. هذا الرجل اسمه دكتور لوك. دكتور لوك هذا جراح قلب معروف عالميا وكان رئيس كليفلاند كلينك فور كانسر. قبل 11 سبتمبر رحت انا لاعمل اتفاقيات ورحت لجونز هوبكنز وهارفرد ولكليفلاند كلينك. وقتها ما عندي شيء، لا عندي شركاء ولا عندي فلوس ولا عندي شركه ولا عندي مبنى. كل اللي عندي عباره عن ديزاينز على الورق. فرحت دكتور لوك شرحت له الميشن والفيجن. جاء سبتمبر 11 قلت خلاص احفظ وجهي، ما في داعي اني اروح لاحد. كلمني تليفون قال لي انت حتجينا، فرحت له. المحامي حتى ان شاء الله انه الطياره تلغى كان جاي من واشنطن. رحت لحالي انا ومعي مجموعه اطباء، جلسوا على راس الطاوله وعلى يمينه رئيس المحامين وعلى يساره. فقال لي ايش تبغى؟ قلت له انا would like to become a partner with me. لانه without you becoming a partner, unfortunately I will have difficulty raising funds in Saudi Arabia and please don't ask me why. ففي داعي اقول له عقد الخواجه لازم حتى البني ادم عندنا عشان ما اخذ الخدمه الامريكي ده ما يصير له قيمه. فسكت شويه، اللي جنبه محامي قال كلمه في اذنه، انا متاكد قال الحين سبتمبر 11 مو وقت الان تبني شراكه مع السعوديين. فانا قاعد اقول اللهم يا رب ان كان هذا المشروع مبارك فاجعل لي ايه. وقتها كنت انا اما اجي او ارجع استمر في امريكا.